يعرفون جماعتنا أنه هذا حتى إذا دخل في الجدران هو يشوفك. فلذلك الأمريكان من العملية مع القصي وعدي كان عندهم كاميرا حرارية على الهمر، يقول لهم إحنا نشوفكم كانوا بالشعب مال البيت. الأمريكان يقولوا لهم كانوا بالشعب مال البيت قاعدين هم اثنينهم بالشعب مال البيت ودي يشوفوهم بالكاميرا، يقول لهم اطلع إحنا نشوفكم ترى واضحين قدامكم أنتم قاعدين في آخر البيت، اطلعوا دي نشوفكم اطلعوا دي نشوفكم. فهو عاد صار مطلعوا صار صدام. شفت أنه داعش استخدم أخطر سلاح هو القناص بالكاميرا الحرارية. من شنت أروح أشوف الشهداء من السادة اللي يجون من الحوزة ويجون من كل العراق كلهم مضروبين بالقصة. يعني شنت أزور النجف أشوف المقا أشوف اللي يجون أسأل هذا ليش، يقول كله مضروب بالقصة. جماعتنا ما يعرفون هاي التكنولوجيا، فلازم أبدي أثقفهم. الكاميرا الحرارية تشتغل، انت هسه الجسم الحار تتحسسه. يعني انت تجيب قهوة بس انت من تحط ايدك اكو حرارة تجيك، اذا تنفذ من القدح، اذا الحرارة ممكن تنفذ من الجدار. اذا انا حرارة جسمي تنفذ. يعني مرات تقعد بصف واحد جسمه حار الاشعة. هاي الكاميرا حتى اذا انا قاعد في داخل الملجأ تشوفك، باوع عليك ينتظرك، يحط الحاسبة يحط القناص يحط الكروس ينتظر بس انت ترفع راسك يطلع القصة يضربك رأسه تجيب القصة يموت. ما يعرفون جماعتنا انه هذا حتى اذا تخلف الجدران هو يشوفك. فلذلك الامريكان من العملية مع القصي وعدي كان عندهم كاميرا حرارية على الهمر، يقول لهم احنا نشوفكم كانوا بالشعب مال البيت. الأمريكان يقولوا لهم كانوا بالشعب مال البيت قاعدين هم اثنينهم بالشعب مال البيت ودي يشوفوهم بالكاميرا، يقولوا اطلع احنا دي نشوفكم ترى واضحين قدامكم انتم قاعدين في آخر البيت، اطلعوا دي نشوفكم اطلعوا دي نشوفكم. فهو عاد صار مطلعوا صار صدام. قصدي الكاميرا الحرارية جدا مهمة بالقناص. تستخدم ليلا، وهواي شهداء راحوا من عندنا. وسويت وقتها محاضرات لكل الجماعة أنه شلون تعالجها، يا أما تخلي حرارة جسمك مثل حرارة الجو أو تشعل النار تعميها أو ما تطلع، تخلي تخدعها تسوي دمية معينة بحرارة بحيث يشوفك أنت شوف الدمية هو هذا الإنسان حتى ما يضربك. هاي إحدى وسائل التخلص ولا صعبة جدا. يعني هو ده يستخدمه، شفت هواي خسائر كان بالقناص. بالإضافة إلى استخدامه سلاح الكيميائي في معارك استقلاوية هو يأذوا الجيش العراقي. فلذلك ندائي إلى يعني أناشد جميع الأخوان من سماحة السيد مقتدى الصدر إلى الأخ السوداني إلى يعني إلى السيد المالكي جمع، وحتى محمد الحلبوسي والخنجر. يعني محمد الحلبوسي بالقرمة أقرب شيء وبيت محمد الحلبوسي وأهله على المخازن، بس تعبر نهر القرمة صار يم المخازن، وهاي كلها مواد خطرة ممكن تسبب السرطان. فيا ريت أتمنى أن يتعاونون يطلعون هاي المواد، يعني شكل خطورة على الأجيال. موضوع ما بي أي خيار آخر، يجب أن تطلع المواد خارج العراق لأنه خطرة. ماكو واحد يعني يطمر مواد أسلحة دمار شامل. قلت لك الوزارة الدفاع تقول لهم احنا لغم ما نخليه بالارض، البيئه اهميه من تفوت الطهر كل الالغام تروح، كل الالغام تشيلها من اجل ان تخلي العراق نظيف وامن ومزدهر الاجيال. هاي النقطه اللي حبيت اثيرها من خلال اللقاء. نعم استاذ جلال.